من اللي صارت لي هالمشكلة هذه ساعات ننعسر هكذا، وساعات تلقيني يتفكر هاك الشيء اللي شفته في التلفزة وهاك الدخان الطالع وهاك القصف. نقول يبداش ولدي تحت بنيه منهم يدير النوم من عينيته. عائلة دخلنا بعضنا نفسيتنا كيف من المد، كيما المد والجزر، نفسية العبد مرة لوطة مرة الفوق، فهمت؟ نستنوا في خبر انه باش يفرحنا، خبر يهزلنا شوية المراد. تمشي اخبار من مسؤول من الحكومة التونسية او من السفارة.